الدراجة طبت، هاي الدراجة طبت، واه نفل علينا. لا مثل ما تشوفون ميليشيات ايران والولائية اختلوا ايهاب بيتهم وراح يبلشون بينا واحد واحد، لكل احنا يهددونا والحكومة المحلية ساكتة والقيادات الامنية ساكتة زين وكلهم ساكتين. وكل من يخلي ايده هذه الحكومة في هذه الحكومة هو خائن هذا البلد. لما الناس 500 شهيد 20,000 جريح، هؤلاء كلهم اللي يجري اهل كربلاء العراقيين كلكم شوفوا اللي يسرق، شوفوا اللي يسرق. هذا الله العظيم ان لم يحاسبكم الشعب العراقي سيحاسبكم التاريخ، وان الشعب العراقي ماضي بمحاسبتكم. لا تتصوروا ان احدا يفلت من العقاب، ابدا ابدا. احملكم المسؤوليه الكامله، رجل مهدد اليوم، انتم كلكم اليوم الموجودين قائد شرطه كربلاء. والله العظيم انا منطي حتى الاسماء اللي اذا انقتلت اني. اليوم الكاظمي متهم ايضا مع هذه الطبقه السياسيه وهو من رحم الاحزاب. ان لم يحاسب قتلة المتظاهرين، ما زلنا بالانتظار، وهذه الثورة لن تخمد ولن تنتهي ما لم تحقق اهدافها ان شاء الله. يا مصطفى الكاظمي، الطلعون قتلة ايهاب الوزني خلال 24 ساعة، والا بالنسبة لنا احنا بعد اعذر من عنده طالعين وما عندنا رجعه.